نصبحنا على حمل الأثقال. طفى جيت طفى. سلام البنات. المهم دابا انا خارجه غاديه نتقدى، ما مشيتش البارح لان الطوموبيل خاسره، غادي يديني جارنا المهم يبقى معايا ونوريكم ان شاء الله شنو تقديت وشنو غادي ندير اليوم. Let's go. كتشوفوا الدنيا باقي تلج. بونجور. باقي الدنيا متلجه. المهم هذا هو جارنا مسكين، غادي غادي يرمي الزبل. حاجاكم. كنخاف نزلق البنات. المهم هادشي راه داب، راني وريت لكم في الفيديو شحال طاح. تبارك الله طاح الثلج زعما ديال الصح. صافا وي اوكي. بس سيباستيان لي با ديسوندو انكور. الي صافا صافا. هاد جاري مسكين شحال ظريف. هاد المرأة هادي يلاه جات مقدية ومشا كيهز معاها، حيت أمير عيط لي بغا يمشي معانا، حنا كنساينوه باش نقول لكم راه زعما مسكينة كيعاونها. الله يكتر من مثالو. زعما أنا الصراحة ديما كنعيط له البنات، يعني كيجي كيتياكل معانا هكا، تيخرج معانا شي بلاصة ولا هادي، ولا احتجتيه في وقت الضيقة كتلقاه. راجل كبير مسكين ولكن الله يعمرها الدار. صافي ساليت التقضيه ديالي في لو كلير، وهنايا جيت لليدل غادي نتقضى ان شاء الله. وكما كتشوفوا الثلج راه باقي عاد كيدوب والبرد. بون اونفان خرجت من ليدل البنات، ودابا غادي نمشي نشري شويه ديال اللحم وندخل للدار لحقاش عييت. بون دابا ديريكسيون الكزاب ان شاء الله. المهم دابا دخلنا البنات، غادي نهبطو داكشي ونطلع نستف التقضية ديالي ترونكيلمون. وخليكم معايا من بعد نوريكم شنو غندير. غنوجد ان شاء الله كسكروت وخا قهيوة، غتعييت البنات مع هاد البرد. كوكو البنات، دونك دابا غنوريكم التقضيه ديال الشهر. ما نقدرش نقول لكم السيمانه، الصراحه قليل فين كندير تقضيه كبيره بحال هكا، لاننا كنبغيو نخرجوا شاك ويكاند. مي دابا مع الطوموبيل خاسره، دونك جي بروفيتي انني نتقدى داكشي كلشي اللي خاصني. وباقي اون ساشون باقي عندي بزاف ديال الحوايج في الدار، بحال الزيت بحال السميده بحال الدقيق. دونك فوالا غادي نوريكم. وهاد لا فيديو الناس اللي كيطلبوهم ليا، يعني الناس اللي ما مهتمينش
ما يشوفوش لا فيديو تو سامبلومون. كاين بزاف ديال البنات كيبغيو يتقداو من ليدل ومن لوكلير، فانا كنبارطاجي هادشي باش نعطيهم فكره على لي بروموسيون وعلى لي برودوي اللي مزيانين، حتى انا كنستافد منكم شحال من حاجه لقيت راسي كنشريها وهي ما خصهاش تشرى. دونك فوالا، دونك كما كتشوفوا الطبله راني عمرتها، وكاينه هنا التقديه ديال الجزار. دونك غادي نبدا هكا اللي جا قدامي. دونك غادي نبدا بالفرماج البنات. كما العاده كناخذ هذا الفرماج هذا ديال اللي كنديروا به الساندويتش، كنبريسيه هكا في البانيني كيجي ساهل. خديت هذا الفرماج كروازي ديال لوكلير، هذا زوين اطارتيني وكندير به حتى الحشوات. ابخي الفرماج غابي كما العاده راكم بديتو كتحبوا التقديه ديالي. خديت هنا اربعه يعني كافيني، وهذا الليدل كيعجبني مزيان لحقاش كيدوب في البيتزا وفي الحشوه، كيجي دايب زوين على ديال الدي. ديال الدي ما كيعجبنيش بزاف. دونك دائما بالنسبه للفرماج الكولومي ديال الامير، لا كونكويوتا البنات اللي بزاف ما تيلقاوهاش، هذه ناتور هي اللي مكتوبه بالزرق، هذه اللي كندير مع لي فخيته البنات. وكاينه ديال الثوم الاي هي اللي مكتوبه بالخضر. هذه هي البنات، انا كنحاول نقرب لكم باش تعرفوها الا شفتوها في لي غيون. بوتيتر كاين لي ريجيون اللي ما فيهمش، لحقاش هنا هاد الريجيون معروفه بالكونكويوت ومعروفه بالفرماج ديال لو كونتي. دونك خديت هادو من الفرماج، خديت لا ماسكاربون، خديت اي وحده لان دابا الجو شويه بارد ما كنديرش بزاف ديال لي ديسير ولا لي فيرين ديال الماسكاربون. خديتها لحقاش خديت الفرماج. عاوتاني خديت هذا ديال لو كلير كناخذو دائما ما غاليش بزاف، اي فينزير بهذا زويون في المذاق ديالو. وخديت لا كريم اونتيير ايبيس، هذه كنطيب بها. بالنسبه لا كريم اونتيير لي كي 30% اللي كنستعملها البنات، اللي كندير بها لا كريم شانتيي، هذه هي اللي كنستعمل. كاينين مراكي اخرين غاليين، في كناخذ في لو كلير شي مره ايليفير، مي هذه كيبقى الثمن ديالها مناسب وكتصدق ليا البنات، راه هذه هي اللي كنخدم بها. سينو كناخذ هذيك ديال لا بودغ اللي كناخذ من عند الاتراك، حتى هي زوينه كتزيدوا عليها رابعه ديال الحليب، مي هذه راه هي اللي كنستعمل. ان شاء الله غندير لكم فيديو خاصه بالكريمات ديال الحلوه اللي كنستعمل، والكريمات اللي كنشري اغلبيه ديال الوقت، والكريم باتيسيير، الكريم بيشاميل اللي كنشري واللي كنصايب. ان شاء الله غندير لكم فيديو خاصه. مي البنات اللي عندهم ليدل ياخذوا هذه، راه هي اللي كنستعمل انا في الاغلبيه ديال الحلويات ولا لي كيك اللي بارطاجيت معاكم. دونك هذه ديال ليدل. نبقاو دائما في الفرماج البنات. خديت هذا لو فرماج يعني بحال ديال داك لافاش كيغي المربع ديال الكيري ماشي لافاش كيغي، وراجلي تشهى لا غاكليت هذه شحال ما كليناها. خديت هادو كانوا اون بروموسيون في لو كلير، غاكليت ناتور الفرماج ديال لا غاكليت. ان شاء الله غادي نصور لكم لا غوسيت لان بزاف ديال البنات طلبوا علي، واخا هي ماشي اون غوسيت غير كدار في لا ماشين وكتديروا معاها شويه ديال البطاطا مسلوقه. ان شاء الله غادي نبارطاجي معكم لا غوسيت ديال الغاكليت. دونك لا غاكليت خديت ثلاثه، خديت الزبده كانوا دايرين ليها 1.29 في لو كلير البنات، وبقى عندي زبده اخرى كندير بها المسمن هكا ولا الملوي. دونك ساليت مع لو فرماج جو بونس، غادي ندوز لحاجه اخرى. خديت هاد لا شاركوتري ديال ليدل ديال بولي، لي ترونش دو بولي، هذا جامبون دو داند، هذا لاردون دو فولاي، هذا كذلك، وهذا هادو كانوا دايرين لهم موان 30% لان الضوء ديالهم قرب التالي. كاشير كما العاده ديال الزيتون، الاخر حار ما كيبغيهش امير. شنو اخر؟ وهذا انا ما تنحملوش امير تيعجبو، سوسيس سيش. خديت السردين كنديرو في شلاضه كيجي زوين، السردين بالزيت عادي، وهذا طون لاصوص كاتالان، وهذا طون بالزيت العادي. طون لي بالماء ديال ليدل ما كيعجبنيش، ديال الزيت راه زوين خصوصا ديال زيت الزيتون، انا خديت غير ديال التورنوسول. دونك خديت ثلاثة، وحده مطيشه والسردين مطيشه د لاصوص. خديت شامبينيون كناخذ هادو صغارين يعني براتيك بوغ دو بيرسون، يعني ما كنحتاجش الكبيره كيبقى لي دائما نص اولا كنضطر نستعمل الكبير. هنا خديت هاد اوريو مزور نيو، هذا هو الرز اللي كنستعمل بزاف البنات اللي كيسولوني في لي سالاد اولا في ديك الغوسيط ديال الرز على الطريقه اللبنانيه. هاد الرز ما تيلصقش زوين، غتلقاوه في جميع المحلات التجاريه، غير انا كنكون في ليدل كناخذو من ليدل، يعني هو كيكون في الساشيات وما تيلصقش، راه الحبه ديالو طويله يعني اللي كتقلب على الرز باقا ما لقاتش
حتى البسماتي زوين، مي هذا كيعجبني في لي سالاد سورتو، زوين بزاف كناخدو دائما البنات. خديت ديال البالمي، خديت السكر الحلويات هكا، السكر سنيده، السكر مورسو، خديت هذا ديال ليدل وهذا من لو كلير. المهم هكا عارفه راسي ما غاديش نشري السكر مده طويله، وباقي عندي الصراحه شي حاجه من البودر هذا ما بقاش عندي. المهم الشوكولا هادو، هادي اللي كنستعمل في الكوزين في لي كيك وداكشي، هادي اللي كنستعمل. هادو ديال امير، هاد الشوكولا هذا. خديت هاد البونزاني هكا ملي كنكون بوحديتي مع 12، اغلبيه ديال الوقت كنتغدى بوحديتي البنات، كندير دي غوسيت فيت في بحال هكا، كيكونوا لي بات اولا هادي كندير معاهم هاد لاصوص طوماط ديجا كويزيني، كتاكلوها بارده ولا سخونه يعني راه ما غالياش بونزاني. وخديت لي صوص هادو ديال ليدل، صوص كويزيني او ليغوم، وهذه اغابياتا. هاد اغابياتا راه كنديرها في الدار حاره البنات، زوينه ماشي مره هكا كنعكس كناخذها واجده، زوينه بزاف اللي عمرها ما ذقتها يعني تجربها اللي عزيز عليها الحار. كما كتشوفوا فيها لا طوماط، دوبل كونسونطري طوماط، زيت الزيتون، بوافرون روج، اي سكر، بيرسي والبيمون، ما فيها لا الكول ولا فينيغ ولا جيلاتين. دونك هذه البنات مع لي بات كتجي واعره واعره واعره، حاره بحق حاره. لي جو هذه المره خديت هذا الليمون، هذا ديال لا مونغ، وهذا ان ملتي فروي كان اون بروموسيون عند لو كلير. دونك خديت با مال كوم سا، ما نعاودش نرجع نمشي نتغدى خصوصا مع هذا الجو، جي با انفي دو سورتير. ابخي خديت هذا فيه سبيكولوز لداخل يعني باين غيكون زوين، جي فيريفي لي زانغريديون ما فيه لا الكول لا فينيغ، هذا اول مره ناخذو. عاد شفتو كاينه حتى ديال البروني وشي حاجه اخرى يمكن بالشوكولا ولا هذا. خديت الياغورت اللي كناخذ دائما من ليدل يعني هذا كيدوز ليا مده، وحتى راجلي ملي كيدي الماكله للخدمه ديما كيدي معاه واحد ولا جوج. خديت ان باكي ديال الماء سورتو لا ماشينا كافي، ما كنستعملش الماء ديال الروبيني. الخبز اللي كنخليه في الكونجيل البنات بريكوي، وهذا الخبز ديال الساندويتش ديال ليدل. هنايا خديت لي كلاص كانوا بروموسيون في ليدل، خديت الماغنوم بيض وكان دوبل كراميل، مي دوبل كراميل كانوا فيه غير 4، دونك ملي درت الكالكول بان ليا هذا احسن. دابا غندوز لي باتا البنات، خديت لي كانيلوني، هادي شحال ما درتهم كنتمنى انهم يكونوا ما تهرسوش. خديت هاد لا مارك، هادي كنت باغيه ناخذ باغيه ما لقيتهمش في الغيون. وخديت كما العاده البونزاني، هادي الصفار الرقيقه البنات لي شوفو دونج. خديت هاد لي بارفان الملونين، طوماط ايبينا، غادي خديت نص كيلو. الشعريه الرقيقه خديت كيلو، بونزاني عاوتاني، لي بيني ولا لي بين خديت كيلو، يعني فاميليال هكا كدوز ليا البنات. دابا مبقاوليش لي بات، خديت هاد لي نوي هادو نجربهم، اسياتيك، هادو ديال الكروفيت، خديت جوج هكا نعكس شي نهار نطيب ولا شي حاجه. الصراحه هضرت مع خويا البارح ولقيتو تياكلهم، ومني مشيت لقيتهم قدامي فخديت هادو بالكروفيت بور لي تيستي. كوم بات خديت لي فرفال نورمال، خديت كيلو مي راه تقطعت ليا هنايا. بالنسبه لي بافيوت فايت درت لكم طريقه يعني باش كندخلوهم الفران، فهادو انا خديتهم من لوكلير، امير هو اللي اختار اي اونيون، وكيعجبوه لي زيرب اون بروفونس يعني راهم موجودين. وكما قلت لكم اللي ما بغاش تشري الخلطه تقدر تخلط اي عطريه بغات هي بالنسبه اللي بغات هي، وراه كيتباعوا الساشيات بوحديتهم، كيتباعوا هكا كتشريو باكيه فيها 10 ولا جوج طابل كيكونوا جوج طابل، يعني جربوا الدجاج بهذه الطريقه هذه راه كيجي زوين بزاف البنات. دونك هذه المره خديت ثلاثه حيت ما بقاو. خديت هذا العصير، الصابون ديال المواعن، هاد ليامات كيعجبني داكشي ديال السيترون، ما عرفتش واش حيت الجو بدا كيتبدل شويه. بور لي طاش ميناجير خديت هذا فورما فاميليال، هذا الي اون بروموسيون في لوكلير في هاد الوقيته هادي البنات، ملتي اوزاج غريس اي سول، يعني تقدر تستعملوه الغازينيير الارض الحمام يعني لكل شيء، وفيه يطرو 800 يمكن جو بونس. دونك جو بونس غادي نحيد شويه ديال التقديه باش نكمل لكم. دينا لي كانيت هكا كيجي شي حد ولا شي حاجه سي بلو فاسيل ان كل واحد ياخذ الكانيت ديالو. خدينا سيفن اب، موخيتو، ما عرفتش واش كتعجبكم البنات، انا كتعجبني بزاف. كوكا شيري و تروبيكو اكزوتيك.
يعني انا كيجيوني حسن من القرعه، سورتو انني عندي الغانجمون ديالهم اللي كيدار في الثلاجه، فبيان سور ما غاديش ندير كلشي في الثلاجه ودابا الجو بارد، مي كيجيو براتيك. لا حليتي القرعه خصك ضروري تكمليها، وحنايا غير جوج دونك كل واحد ياخد الكانيطه ديالو في نهار كامل، دونك ماشي بحال لا بوتي. ابخي خديت بلاطو ديال البيض 30، وكانوا باقين عندي شي 6 في الدار ولا شي حاجه بحال هكا. المهم راكم عارفين البيض بين لي كيك ولي زومليت وكيتحتاج بزاف، فبلاطو فيه 30 يعني راه كافي وفايتني ملي. دونك في الخضره البنات ان شاء الله غادي ندير لكم فيديو منين نمشي للمارشي ديال العرب، هادي شحال ما مشيت كيكون الجو خايب، او لما انا اصلا ما كنشريش خضره بزاف، كتعجبني خضره طريه. دونك خديت شويه ديال الخيزو، خديت دنجاله، فليفله، خصني الفلفله الطويله عليها باغا نمشي للمارشي، هذا خيار، فخوي خديت شويه ديال البنان من لوكلير، فريز كذلك، عرفتي الريحه ديالو البنات كثره الدنيا، ان شاء الله يكون حلو. ما كانش حلو غادي غير نعصرو ولا نديرو في لي ديسير. خديت لي طومات مطيشه يعني اللي غيكفيني، خديت هاد مطيشه فارسير هادي اللي كدار في الفران، ان شاء الله غنوريكم لا غوسيط. خديت غير جوج جويجات لان انا ماشي بزاف، خديت خصه و القرعه الحمراء، وهذا الخبز ديال القرقاع البنات ديال النوا ديال ليدل، ما كانوش لي ساشي عليه، درتو فهاد الساشي ديال الخضره وكنقطعو تما في لاماشين، من احسن انواع الخبز اللي كيعجبونا انا وامير. الا كنتو ما جربتوش البنات، انا مجربه ديال كاع لي سوبر مارشي، كيجيوني ناشفين ديال ليدل الصراحه البنات، للفطور ولا الماكله بحال هكا زوين، وحتى داك النوا اللي فيه لداخل الكاليتي زوينه. الا ما جربتوش كنصحكم تجربوه. ابخي خديت لا بات فويتي ماري و لا بريزي، اور جي بري لي شيبس. هاد الايام شي ويكاند غادي نيجيو عندنا ولاد ختو وداكشي، دونك جيساي داشتي دي تروك هكا باش يتفرجوا في التلفازه وياكلوا دي. كناخد هاد لي بيتزا شي مرات، البنات كيعتقوني ملي كنكون مريضه ولا ما قادراش نطيب، غير كيدارو في الفران، راه ما فيهم لا جيلاتين لا الكول لا حتى شي حاجه، سي فيريفي لي زانغريديون و 4 فروماج وصافي. خديت البابي تواليت و ان باكي ديال الحليب، هذا راه غيدوز ليا، وشنو اخر، وخديت هاد ديودورون دريكسونا، جو بونس كو سي تو، هادشي اللي كاين البنات. باقي ليا التقديه ديال الجزار، انا غادي نوريها لكم دابا. مشيت عند الجزار تركا البنات، خديت هاد لا بات فويت بات فويتي في دو بريك، يعني الورقه ديال البسطيله، ما كتكونش عنده غاليه الصراحه. خديت المشماش يابس كان داير 99 سنتيم، يعني سافو الكو اكل شي طاجين. خديت لا شاركوتري كما العاده البنات لانها رخيصه، ويعني من بلاصه سور يعني من عند الجزار مسلم، فهادو البنات هما اللي غندير في لا غاكليت وكنديرهم في لي ساندويتش، كنديرهم بزاف ديال الاستعمالات. خديت هادي ديال شرائح اللحم الدواجن، هادي جو بونس سلامي شو با سور، وهذا في الزيتون، وهذا ما عرفتش ديالهاش، المهم كلهم زوينين البنات وما غاليينش. خديت هادو هاد لي سوسيسون كندير بهم ساندويتشات، حتى هادو من عند تركي. خديت هادو كندير بهم هاد لي سوسيس هادو في ساندويتشات، حتى هما من عند تركي بوغ لي اوت دوغ، هادو كانوا دايرين شي ان اورو ايكال، فيه غير ربعة، خديت غير ربعة. خديت العدس لانني قليل في الكلق، العدس هكا سمر يعني في هاد اللون هذا. خديت اللوبيا 2.90 جو بونس الوحدة، هادي فيها كيلو وهادي كيلو، وهاد الكاليتي هادي عندهم زوينه، كناخد بزاف ديال الحوايج مع التركي بهاد الماركه هادي زوينه. خديت هاد المشروب ديال الايغان، يعني اللبن هو مالح، كنت كناخدو ملي كنت في المغرب،
فملي كنمشي عند الاتراك دائما كناخذ يا اما الطاس صغير، دابا ما لقيتوش، خديت قرعه كبيره ديال اليترو، يعني البريك الكبيره، وكيعجبني بزاف. ما عرفتش كيعجبكم حتى نتوما البنات ايغان، انا كيحمقني ايغان ولا عايران ولا ما عرفتش سميتها. المهم هو هذاك راه عرفتوني علاش كنهضر. وصافي هنا اللحم ديال الجزار التركيه البنات، خديت دجاجه قسمها لي على جوج، خديت لي زيسكالوب ديال لا داند، وخديت الكفيته خديتها معطره هاد المره، شي مرات كناخذها بالعطريه شي مره لا، خديتها بالعطريه ديالو. شنو خديت اخر؟ وخديت المرقاز واللحم ديال لانيو، خديت نص كيلو. المهم هادشي ديال اللحم باقي عندي شي حاجه في الكونجيل، ودابا غندير هادو حتى هما، غنقادهم ونديرهم في لي ساك كونجيل ونديرهم حتى هما في البلاصه ديالهم. وصافي يا البنات، هذا ما كان، كنتمنى نكون فدتكم. الى عندكم شي اسئله ولا اقتراحات خليوها ليا في التعاليق. فوالا، كنظن ما نسيت حتى شي حاجه، لا نسيت شي حاجه راه غنوريها لكم في الفيديو ابري. دابا غادي ندخل نوجد كاسكروت ليا والامير، ونستف هذا الشيء بعدا، هاد الروينه اللي قدامي، وان شاء الله غنكمل معاكم شنو غندير من بعد، نطيب العشاء، كيفاش غنكملوا لا سواري ديال اليوم. اتوت. صافي البنات، ابخي هاد منين قديت ديك التقديه، هذا ما عرفتوش واش كسكروت ولا غدا حيت ما تغديناش. وصافي هذا ما كان البنات، وغادي نسد، غادي نسد هاد الفلوغ هنايا، و كنتمنى ان هاد الفيديو تعجبكم، وكنقول لكم الى الفيديو القادم ان شاء الله. هنا هذا هو لو بان ديال النوا ديال اللي دال البنات، زوين بزاف، والفخوماج، وهاد اللحم سيشي ما كيعجبنيش، وشويه الفخوماج طاخسيني، وقهوه حليب باش نرد الراس، وان شاء الله نوض نقضي شغلي في الكوزينه عندي ما يدار. الا قدرت نصور لكم الروتين ديال الصباح غنصورها اليوم، ما قدرتش غادي نصورها غدا ان شاء الله. السلام عليكم.